أضرب لك مثل على الورع والتقوى. الله يشهد ما إلي مصلحة بها، هاي خاف يعني تسمعها مني وتسجلها علي مصلحة، لا لا، بس أرد أقول هكذا وإلا فلا. أنا في مطار طهران أرد أجي للنجف، صعدنا بالطيارة، أكو سيد شاب صغير يعني عمره صغير بالعشرينات يعني معمم قاعد بآخر شيء، كانت الخطوط الجوية العراقية، راحوا للجماعة فارغ الطيارة قالوا له سيدنا مكانك فارغ، مكانك مزعج بالأخير كلش يم المحركات ما أعرف شنو، فتيجي تتقدم وسيارة فارغة الطيارة بيها مكان، قالوا ما أروح. قالوا لي ليش؟ قالوا البورد مالي مكتوب بي 50، 51 اللي بصفه ما يصير أقعد بيه. اجوني والله انا ما اعرف الرجل ما بشخصه يعني تماما، قالوا شيخنا هذا بيجي، قال السيد وهذا ما يقبل وطالنا بمحاضرة اخلاقية وطالنا شو اسمه، قلت له منو هذا؟ قالوا حفيد السيد السيستاني الله يحفظه ابن سيد محمد رضا. هاي تقوى لو مو تقوى؟ ها شلي شغل انا بغيري؟ نزلنا من الطيارة كان يوم غبار وتراب، لقينا ان الاكزيزات اثنين سود واقفات جوا جناح الطياره، الفد واحد نكره والله ما معروف وشالنا وراحن، وهو صعد ويانا بالباص الطويله، وهو لو مو يقدر يجند الناس لو ما يقدر مرجعيه عليا امام الشيعه بالعالم، ونزل حاله حالنا واقف بالطابور وختم بالطابور ويانا وطبينا وصعدنا بالسيارات كالمعتاد ومثلنا. تقوى لو مو تقوى؟ بس يجوز اكو ناس ما يحبوه، يجوز ما يرضون مني، مو انا ادري يعني اكو نفوس ما تطيق هذا الكلام، لكن هذا واقع الحال.